أهلا بكم في هذه الحلقة المميزة من شباب العربي، نطل عليكم من العاصمة السورية دمشق. عامان على الأزمة، حياة الشباب السوري تأثرت بشكل مباشر بكل جوانبها وتفاصيلها. كيف يعيش الشاب السوري في ظل هذه الأزمة؟ ماذا عن حياته الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية؟ سنلتقي في هذه الحلقة من شباب العربي مع عدد من الشباب السوري ليخبرونا أكثر عن هذه المواضيع. كونوا معنا. في البيت، في الشارع، في الاعتصام، في الإدراك، الجامعة، العمل، مع الأصحاب، في المدرسة، ألعب، أعمل، أقرأ، أكتب، في المظاهرة، دردشة، عن السياسة والثقافة، الحالة الاقتصادية، عن البيئة، عن الحروب والإنسانية، عني وعنك، شباب 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 بالعربي. الاقتصاد كقطاعات كتير أخرى أصيب بسهام الأزمة السورية، وبالطبع طال بدوره الشباب. من سوق مدحت باشا بدنا نتعرف على رشيد ملاح، أنت أحد الشباب اللي بيشتغلوا هون بأحد محلات هيدا السوق. تمام. نحن لاحظنا أن العنصر الشباب كتير كان موجود، بدك تحكي لنا قد تأثر بهيدا الأزمة. هلأ إذا بدي بلش منين تأثر العنصر الشبابي، فهو تأثر كتير. أكبر دليل أنه ممكن مثل ما شايفين بالسوق خف كتير عدد الشباب، لأنه في شباب معينة ممكن سافرت ونقلت الحرفة أو المهنة تبعها لبرا، بينما اللي ما عنده حرفة أو مهنة هو بس شاب بيبيع أو بيساعد أهله، لأنه هون كلها غالبا فينا نقول تجارات عائلية، يعني الأب عن الجد عن الولد. فممكن يكون يلي ما عنده تجارة معينة، يلي ما عنده حرفة وهو ابن تاجر، فمضطر يقعد بالسوق ما في شيء يقدر يسافر يبيعه. وغالبا سوق مدحت باشا الحرف اللي فيه كلها تقريبا ما عدا الشغلات اليوميه كانت تعتمد على السياح اكثر. طيب رشيد، السوق الشباب تضرروا انه ما في شغل وسافروا لبرات البلد، قد ايه السوق تضرر من نقص الشباب؟ يعني لما الشباب كلهم صاروا برا، قد ايه صار ما في يد عامله حتى بالبلد؟ هلا مشان نكون صريح معك، ما فينا نحسبها هيك، لانه الشاب وقت كان بيشتغل محل والشاب كان بيشتغل بمحل هو كان بيشتغل مع اهله، يعني هو ما كان بيشكل نقص إذا ترك أو مشي. بينما الأزمة الحقيقية هي خلقت بالورشات العمل أو بالمشاغل الصغيرة أو حتى بالورشات الحرف اليدوية. الشباب بالأساس كانوا كتير قلال، لأنه الحرف اليدوية كتير صعبة أنه شاب يشتغله أو يساعد أهله فيها. هذا الشيء يمكن أثر أكثر، لأنه نقصت اليد العاملة كشباب الورشات، هون صار في مشكلة، صار في قلة بالإنتاج، وكمان يعني على الحالتين كان التصريف تبع المنتجات هي قليل، فما كان هالفرق الكبير. رشيد، إذا بنحكي عن تجربتك، أنت خبرتنا أنه صار عندك شغل تاني، وهلأ يمكن صرت تطلع على المحل يوم بالأسبوع. هلأ إذا بدي أحكي عن تجربتي الشخصية بالسوق كشاب، كان يمكن وحيد أهله وكان كتير انفولف بالشغل بالمحل، اضطريت صراحة لاقي شغل بديل، لأنه القعدة بالسوق بالوقت الراهن هي وقت ميت، فلازم يمكن أي شاب شغله خف أو تأثر شغله يقدر يطلع من جو الشغل اللي هو فيه، يروح على بيئات جديدة، ممكن من خلفية دراسته أو ممكن من خلفية العلاقات تبعه. هلا أنا صراحة ما عاد في شغل، اضطرينا نسكر الورشة. أحياناً عم يكون في تواصي عن طريق التليفون لمنتجات معينه، بس كمان بنفس الوقت ازت سوق كثير. رشيد، انت يمكن لقيت بديل، شو بدك تخبرنا عن اصحابك او زملائك هون؟ يمكن في ناس ما لقت بديل وناطره بعد الرزقه بهيدا المحل. هلا هي المشكله، معظم السوريين عم يدعوا الله يفرج، كلياتنا ناطرين مرحله معينه ليقدروا يرجعوا الكل يشتغل. معظم الشباب يلي لساتهم بالسوق وكثير خف الشغل، بتلاقيهم يعني مثل ما بعرف اذا شايفين شوي مثل مقضينا جمعات مع بعضهم. ولكن طب هي الجمعات، هل انتم عم يطلع عندكم افكار جديده مثلا لتبلشوا بمجالات شغل ممكن يكون إلى هلا سوق إلى تصريف بنفس الوقت هي ممكن تكون عم تفيد البلد بناحيه، وبنفس الوقت عم تعطيكم فرصه عمل لحتى يكون عندكم مدخول؟ هلا في شباب كانوا خلال الفتره صح تجمعوا وقدروا يعملوا شيء،
صار في عدة جمعيات أهلية أو منظمات غير ربحية تقدر تعمل دعم لمشاريعهم الصغيرة، ولكن هذا الشيء كمان يعني قد ما كان كبير حيضل في نقص لحاجات الشباب وحيضل في نقص لأمورهم. هلا بينما في شباب تاني قدروا يكونوا شوي كرياتيفيتي، صاروا يشوفوا البلد شو بحاجة هلا وغيروا مصالحهم. يعني بعرف كثير عالم مثلا كانت تشتغل بالبرادي، لقوا انه البرادي هلا اكيد ما حدا حيغير برداية بيته او ستايل بيته، فاضطروا انه يقدروا يقلبوا الشغل اللي عم يشتغلوه هنين ليكون شيء هلا يقدروا يبيعوا، مثل بياضات، ممكن حرامات باعتبار صار في طلب كثير على حرامات او اي مواد اساسيه الناس هلا عم تحتاجها خلال هاي الازمه. اي ساعه صار يسكر السوق؟ كيف كان قبل؟ السوق كان يسكر حوالي الساعه 8:30، وممكن اوقات يضل اكثر على حسب الحركه اللي بالسوق، ولكن هلا متى ما عم تعتم الدنيا مثل ما شايفين يعني ما عاد يضل في حدا بالسوق. رشيد، نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله سوريا والشباب السوري يقدروا يتجاوزوا الازمه الحاليه. من الجانب الاقتصادي الى جوانب اخرى بحياه الشباب السوري، منتابع حلقه شباب بالعربي. ثقل الأزمة وصعوبتها لم يخففا من عزيمة الشباب السوري. على الرغم من جميع العوائق والعقبات التي يواجهونها كل يوم، الشباب هنا لا يقفون مكتوفي الأيدي. مبادرات عديدة يقومون بها علهم يخففون ولو قليلا من وطأة الأزمة على أهاليهم وبلدهم. سنتابع بعض هذه المبادرات. مرحبا كرم. أهلا. كيفك؟ معنا كرم نسلي، كرم ناشطة شبابية ومتطوعة بعدد من الجهات والمنظمات والمبادرات الشبابية، رح تعرفينا عنها هلأ، تفضلي. شكرا. كرم، الأزمة بلشت بالعام الثالث، لو بتخبرينا شو عم يعملوا الشباب من المبادرات؟ هلأ نحن أول شيء لنكون يعني صادقين بحكينا ولقائنا، المبادرات ما بلشت مع بداية الأزمة وما متعلقة بالأزمة، والشباب أكيد اللي عم بيشتغلوا هن قبل الأزمة بكتير، بس لنا نحكي الواقع أنه إيه تفعلت أكتر، نشطت أكتر، زادت أكتر، تنوعت أكتر، فمن شان هيك صارت مخصصة بمجال معين أكتر. هلأ صار في مثل حراك بدنا نسميه حراك مجتمع مدني، طبعاً له إيجابياته كتير. صحيح الأزمة يعني قاسية، بس بنفس الوقت نحن اليوم بدنا هذا الدور، المجتمع الدور المدني يعني، وخاصة فئة الشباب اللي بتشكل أكبر نسبة من سكان سوريا، أنه تاخد دورها فعلا وتحس أنه هي عم بتساهم بأي مشروع حل أو إصلاح أو تطوير بالبلد. فإذا بدنا نحكي أنه بالأول الأزمة ما بلشت صارت عنا المبادرات أخذت طابع الوحدة الوطنية، يعني صرنا نشوف مثلا المسيرات، صرنا نشوف رفع الأعلام، في مجموعة اسمهم تشكلت اسمهم شباب العالم السوري بدمشق وإلى فروع بسوريا، صرنا نشوف أنه وحدة الوطنية تآخي بين الأديان لحتى نلم يعني تصير البلد موحدة أكثر، ما يصير في عنا هذا الشرخ. بعدين انتقل الموضوع طبعا وقت كل ما عم تمرق الأزمة أكثر عم تتنوع المبادرات أكثر. يمكن هلأ أهم مبادرات مفروض تكون مبادرات الإغاثة، تأمين. هلأ لا أكيد، لأنه في أولويات تغيرت على الأرض. يعني نحن وقت أول الأزمة بلشت بشي موضوع يعني خلينا نقول وعي شعبي، هلأ تحول لأمور تانية، في أسر متضررة، أشخاص طلعت من بيوتها، فصار في أولويات متغيرة بالمجتمع، حاجات تغيرت. طب كيف عم تترجم هي المبادرات؟ يعني شو عم يعملوا الشباب فيها؟ هلأ أكثر الشغل الإغاثي هو عم بيكون إما ضمن مراكز الإيواء أو بمبادرات خارج مراكز الإيواء لدعم الأسر المتضررة. يعني صرنا منشوف مثلاً في بازارات بتنعمل فعاليات لجمع مثلاً ملابس لأسر متضررة، صرنا نشوف معارض للأعمال اليدوية هي من منتوجات ومنتجات الوافدين اللي موجودين بمراكز الإيواء. هلأ ضمن المراكز الإيواء صرنا وكمان منشوف أنه في مجموعات، إن كانت سواء كانت أفراد أو مجموعات أو جمعيات، عم تتدخل لتعمل أنشطة. في أنشطة بتنعمل للأطفال، في للأهالي. الشيء الجانب اللي انتبه له بعدين الأكثر اللي عم بيشتغل بمجال يعني العمل الإغاثي، إنه طيب نحن بدنا نوقف بس عند العمل الإغاثي، تأمين بس المأكل، الملبس، الحاجات الأساسية، الخدمات الاجتماعية، الرعاية الصحية، ولا خلينا نفكر بجوانب تانية واللي هي التنموية. وهون منشوف إنه يمكن ضمنها حتى يمرق التوعية
للي عم بيصير؟ هلا التنموية ممكن تكون اللي عم بحكي مثلا تدريب مهني. نعم. يعني انا اليوم وقت في ورشات عم تنشغل على سيدات موجودات يعني موجودين بمراكز الايواء لتعليمهم مهن يدويه، صاروا هن يصنعوا الحرامات، يصنعوا الملابس، وحتى صارت تنباع. فصار اللي موجود ضمن هاي المراكز هو مانو اتكالي وعبء على ان كان الدوله او على القطاع المدني او الخاص، صار لا هو منتج. فهون التنموي كمان ممكن نحكي بمجال التوعيه، صار في برامج مواطنه فعاله عم بتصير ضمن هاي المراكز، تعزيز الانتماء اللي عم بينشغل. فصرنا نشوف نماذج كتير، حتى الأطفال يعني في لهم برامج صارت إنه لحتى أنا اليوم طلع مواهب الطفل، سواء بالرسم، بالتعبير عن طريق الموسيقى أو هاي الأنشطة. طب مين عم ينظم هاي المبادرات؟ هل هي مبادرات فردية مجموعة من الشباب بقرروا إنه نحنا لازم نعمل شيء ونتحرك، أو عم تكون ضمن إطار مؤسساتي ومنظمات غير حكومية أو حكومية حتى؟ هلا هي كل هدول إذا بدنا نجي نفكر، في عنا الأغلبية اللي هي مجموعات اللي طلعت هي غير مؤطرة، غير يعني ما أنا مؤسسة عم تطلع بهذا الحافز الإلهام اللي عند الأشخاص لحتى نعمل شيء، لحتى نساهم بشيء عمل إيجابي لمجتمعنا وخاصة بظروف الأزمة. هلأ المجموعات هاي عم تاخد دعم من الجهات المعنية، يعني اليوم بدنا نحكي كتير إنه اللي صار حتى في تفاعل وتجاوب من الجهات الحكومية. يعني اليوم مثلا صارت محافظة، إحدى المحافظات بترخص لمجموعة أنه هي تشتغل، فبتعطيهم هذا الغطاء القانوني، أو بعض المجموعات بتلجأ لجمعيات هي مرخصة موجودة لتأخذ هذا الغطاء القانوني. اللي عم نحسه أنه صار في شراكات كتير مهمة عم تنشغل بين كل الأطراف. يعني اليوم الجمعية مثلا جمعية البركة للتنمية الاجتماعية عم تشتغل كتير شغلات عمل إغاثي إنساني، بس عم بتنسق مع عدة فعاليات تانية لحتى يشتغلوا على نفس المبدأ. بدي أحكي عن مبادرة صراحة هي تقديم سلال غذائية بس تنموية بطريقة كتير مبدعة، إذا بدي أقول إنه اسمها مبادرة عطائي، إنه نحن مدربين مجموعة متطوعين نعطي دورات تدريبية، الأجور ما بناخدها من المشتركين أو الحضور مادية، بناخد يا إما بقيمة سلة غذائية أو سلة غذائية ومنقدمها للأسر المتضررة. حلو كتير. هذا الجانب التنموي يعني اللي أنا كنت عم بقصده، يعني هذا النوع من المبادرات عم بيكون تنموي وإغاثي بنفس الوقت. إذا بدنا نحكي عن الجوانب أخرى للمبادرات، سمعنا في كمان جوانب ثقافية، إذا بتخبرينا عنهم أكثر لهي المبادرات. هلا مبادرات ثقافية ما فينا كمان ننساها، مع إنه هلا نحن بأزمة، بس اللي عم نشوفه مثلا في مواهب شابة كانوا هلا كان عم نحكي على الشباب، تنمية هاي المهارات، وأصلا يعني هي مهارات بتكون مكمونة، فأنت بتطلعي هلأ وقت عم تطلع. فمنلاقي مثلا في مبادرة اسمها مبادرتي، اللي هي إنه كل شيء مواهب شابة موسيقية فنية بيروحوا على أحد أماكن دمشق القديمة وبيكون في الحضور، هي مانا ربحية أبدا، وإنما بس تسليط الضوء على بعض المواهب هاي الشابة. في مبادرات ثقافية إذا بدنا نجي نحكي بعمق أكثر، مثلا مثل وحدة دعم وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، هي هدفها تشتغل، هي لسه قيد التأسيس، بدت مبادرة يعني. فاليوم هدفها أنه نحن التراث حتى المتاحف والآثار تكون إلى جانب تنموي اجتماعي اقتصادي، أنه اليوم أنا أحس أنه هذا الأثر بيعنيني، هذا الموقع أنا بمتلكه يعني. كرم كنت بدي أسألك، هلأ أنت عم بتقولي أنه يمكن العنصر الشباب له كتير تأثير بهيدي المبادرات، أو هو عم بيكون مبادر، وهيدا الشباب يمكن هو من كل يعني مجموعة آراء مجتمع عم تجمعهم هيدي المبادرات تحت مظلة واحدة، عم تجمعهم إلى حد ما أكيد، يعني لأنه في مبادرات اللي عم تبعد عن السياسة، عم تبعد عن الأمور اللي بتشحن يعني الأشخاص، إيه عم تجمع كتير. فمنلاقي مثلا الموسيقى بتجمع الرياضة، في مبادرة باللاذقية اسمهم مجموعة نبض، هن انجمعوا من أكثر من لون يعني لحتى يفعلوا دور الرياضة بالمدارس. فالرياضة اليوم بتجمع، الموسيقى بتجمع، الثقافة بتجمع، حتى العمل الإغاثي. يعني وقت ننزل اليوم مثلا على إحدى المراكز الإيواء بتلاقي نازلين بغض النظر شو التوجهات السياسية أو حتى شو الانتماء والمرجعية لكل شخص، بتلاقي إنه نحن نازلين على المركز اليوم عنا هدف واحد، إنه نحن
نقدم الدعم، نقدم الخدمات او نقدم تدريب او تاهيل بهالمواضيع. هذا الدعم وهذه المبادرات اللي عم نحكي عنها عم بتلاقي صدى؟ يعني ممكن حدا عم يجي يكون في ردة فعل على هذه المبادرات؟ عم بتحسوا انه عم بتكون لها قيمتها على الارض، ولا عم بتكون عناوين عريضه واشياء بس يعني عناوين عريضه وما عم تعمل شيء فعليا على الارض؟ يعني هل المساعدات عن جد عم بتساعد العالم، عم توصل لكل الناس؟ هلا اكيد، لانه اذا بدنا نجي نحكي حتى على مراكز الايواء اللي عم بيشرفوا على مراكز الايواء هن المتطوعين. فنحن اليوم بدنا نحكي انه من اهم شيء اللي صار من هالمبادرات انه انا اليوم نشر ثقافه التطوع اللي هي ما كثير يعني كانت غايبه لفتره يعني معينة. هلا يمكن صرتوا بامس الحاجه لها. اكيد، وهذا تنشط، وفي شيء نحن عنا اسمه العدوى الحميده، يعني اللي اليوم انا بشوف في مجموعه طلعت لحتى تقدم دعم وعملوا مجموعه تطوعيه، فاليوم تنشا مجموعه ثانيه. فهذا الحراك هو بحد ذاته هو ايجابي وله اثر على الارض، عدا انه كل مبادره في منهم بقول لك يمكن انه بتطلع بشكل عفوي من دون تخطيط تنظيم، بس في مبادرات بالمقابل صارت تتعلم اليوم كيف انه نحن بننظم هاي المبادره وبنعمل لها اداره. يعني شخصيا بدي احكي انه انا شاركت باكثر من مشروع او مجموعه حتى معهم لحتى بس نتعلم كيف اداره وتوليد المبادرات. فاليوم الشباب حتى اللي عم بيشتغلوا على الارض صار عم بيتمكنوا بالاول لحتى هن ينتجوا ويعطوا الاثر الفعال اكثر. اليوم بدنا نشوف مبادره ما بيصير ما يكون لها هدف، يعني عندي هدف عام وين بدي اروح وين بدي اوصل. طيب اللي بدنا نفكر فيه اكثر انه الاستدامه، هل يا ترى اليوم هي المجموعه او مجموعه المبادرين اللي عم بيشتغلوا بدهم يستمروا؟ هون بدنا نفكر، ومنشان هيك عم بنشغل كثير على موضوع انه نفكر قديش في استدامه، قديش في تحقيق للهدف صح على الارض. يعني صارت مبادرات عم تتمنهج بشكل أضبط. كرم عم تخبرينا عن العمل الممنهج. طيب في كم هائل من المبادرات عم بيقوم فيها شباب السوريين، ولكن عم تكون احيانا بجوز مبادرات فرديه او مبادرات على شكل صغير. ما من الافضل انه هاي المبادرات لو بتنجمع سويه وبتصب بهدف واحد، يعني بتصير تجمع الطاقات احسن من الجهود تتبعثر؟ هلا كان في تجربه السنه الماضيه ونظمنا ملتقى الاول للمبادرات المجتمعيه، وهي كانت تجربه اللي حضرتك هلا حكيت فيه، توحيد وجمع المجموعات سواء كانت افراد، مجموعات، جمعيات، مؤسسات فاعله خلال هي الفتره اللي هي سنتين مضت. هلا اللي صار انه كانت التجربه ناجحه ومو ناجحة، يعني كيف هي لها إيجابيات وسلبيات. الشيء الحلو صار إنه صار في تشارك بالمبادرات، الأهداف صار في تشبيك بين بعض، شارك عنا مجموعات من الرقة، من حلب، من طرطوس، من حمص، من اللاذقية، من دمشق، فكان عنا تنوع، من القنيطرة، من السويدة، فكان في مبادرات مثل صار في عرض لهي المبادرات، وكان في دورة تدريبية مرافقة كمان للملتقى ضل 3 أيام صار بتموز السنة الماضية. هاي التجربة مفروض إنها تتكرر. هلا صح نقصنا شوية موارد، بس قدرنا شبكنا وعملنا شراكات مع كتير جهات موجودة عم تشتغل، أخذنا موارد منهم عينية ومنهم دعم مادي يعني لحتى نظمنا. اجتنا طبعا تسهيلات اجت من مثلا محافظه ريف دمشق، من وزاره الداخليه، من جهات راعيه لحتى نقدر نحن نشتغل. ففي جهود كانت، في مبادرات حتى عملنا مسابقه لافضل المبادرات وتم تصويت مثلا على اول 3 مبادرات. فكان في مبادرات مثلا بنك الدم الالكتروني من شباب الرقه التطوعي، كان في مبادره من اللاذقية هي الكتاب الصوتي، كان في مبادره لشباب عشاق سوريا بحمص، اكثر من محافظه تماما. هلا كمان نلاحظه انه بعد هذا الملتقى صار في نتائج ايجابيه، انه في مجموعات جمعت بعضها وحتى سموا يعني مجموعتهم باسم شعار الملتقى اللي كان مجتمعي مسؤوليتي. من نلاحظ انه في تنوع كثير بكل المحافظات بالمبادرات. حمص يمكن السنة الماضية كان أخف، هلأ عم نشهد أكثر، صار مجموعات كثيرة، شموع سوريا، سوريا بيتنا، شباب فريق حمص التطوعي، الشباب مجموعة عشاق سوريا، بالقنيطرة في مجموعة كمان، الأمل السوري،
في بحلب جمعيات عم تشتغل مثل جمعية التعليم ومحو الأمية، بالرقة كتير اشتغلوا فترة منيحة كمان على مبادرات بتخص تبرع بالدم، بتخص تدريب وتمكين وتأهيل، فكان شيء تنموي في شيء إغاثي. اوكي كرم، يعني بدي أسأل سؤال عام، هلا يمكن هل لأنه الشباب صار في كتار منهم تركوا أشغالهم زاد الحس التطوع عندهم، أو لأنه يمكن ما عندهم شيء يعملوه زاد نسبة التطوع؟ هلا يعني أنا بعتقد اليوم إنه حتى إذا نتطوع عملنا مجبرين فيهم يقعدوا ببيوتهم، يعني إذا هذا بدنا نحكي بهالمنطق ما كتير بوافق هذا الحكي، لأنه اليوم هي النزلة وحتى أي شيء عمل تطوع اللي عنده حس تطوعي موجود من الأساس، هي بالأساس في إرادة وفي حافز لحتى نحن نشتغل. نعم. اليوم وخاصة بالظروف الأمنية اللي موجودة، يعني اليوم لا بروح بتطوع ولا بقعد بالبيت، أو بروح بعمل دورات أنا على حالي بشتغل، أو بسافر ولا لا بقعد بشتغل شيء مجتمعي يعني. فأنا ما بوافق كتير إنه صح في أعطال يعني كتير وبطالة يمكن زادت وكل هاي الأمور، واقتصاديا الوضع مو مثل الأول، بس مو هذا السبب لحتى زادت، لا السبب هو الوعي اللي صار، والسبب هو انه انفتحت هلا الابواب. يعني انا اليوم بشوف انه في مؤسسات في وزارات عم تشتغل، صار عندهم مجموعات متطوعين. من امتى كنا مثلا يعني شيء نشوف ممكن انه مجلس مدينه يكون عنده متطوعين، او وزاره يكون عم تشتغل مع متطوعين، او حتى المتطوعين الاعلاميين؟ نحن نحكي على مبادرات اعلاميه الكترونيه، صار في عندنا مراسلين متطوعين عم تخدم ان كان سواء وزاره الاعلام او الجهات الاعلاميه الموجوده. كرم نحن بدنا نشكرك على وجودك معنا بالبرنامج، على امل انه تنتهي الازمه بس يضل الحس التطوع موجود لانه محتاجينه بكل الاوقات، ونحن رح نشوف نوع من هيدي المبادرات او جزء من هاي المبادرات اللي حكيت عنها كرم بهيدا التقرير. مبادرة لمسة دفعة عاملة إيفنت اليوم، كان يوم السبت في ريسيتال وبازار خيري، اليوم كمان نفس الشيء في حفلة موسيقية للفنان جوزيف تارتاريان وفرقته. بدل ما الدخولية بدل ما تشتري بطاقة تاخدي تجيبي معك حصة غذائية شو ما بتريدي. بالنتيجة نحن هلأ عم نوزعهم ونصنفهم ونبعثهم للناس اللي محتاجين. في كتير ناس تركت بيوتها وما معهم شيء، يعني ما عندهم شيء، بلاقينا احسن طريقه بنعطيهم نوزع حصص غذائيه على هالناس. صار بطاقه كيلو ماده غذائيه معينه للشعب السوري المحتاج، يعني اللي يتضرر من الاحداث. مواد غذائيه طحين ومعكرونه للناس المحتاجه مقابل دخول الحفله. احنا سعر البطاقه كيلو برغل، كيلو رز، كيلو عدس، كيلو معكرونه او زيت، يعني اي شيء مواد تموينيه هي هو سعر البطاقه لدخول، كله بيروح بعدين للناس المتضررة والمحتاجين عم نوزعهم للناس. معي برغل وملح بس. شو بدك تعمل فيهم؟ بحطوا نوم تنفوت احضر الحفلة، يعني نكون اكثر انسانية، هي اهم شيء، يعني مساعدة لهالناس ولهالبلاد ولهالوطن. إن شاء الله يا رب الله يحميها تضل بأمان. وللي عم يشاركوا بسفك الدم السوري يتوقفوا عنه، لأنه حاجتنا، وسوريا هي بلد المحبة وبلد التعاون وبلد الإخاء وبلد كل الناس يلي احتضنت كل الناس. بدي وجه رسالة انه السوريين دائما ايد واحدة ودائما ما بيحتاجوا حدا، هن بيساعدوا بعضهم ببعض. بعرف البيت، بعرف الحي، بعرف البوابي، راجع من الغربي فتش عن غيابي، فايق وين حفرت اسمي عدرفة شباب، يا ريت في داري كآبة الغربة من دون كآبي، كآبة الغربة من دون كآبي. أحليك يا وطني، أحليك يا وطني، يا وطني، حزن كبير فارق الناس وفيات الهياكل، اترك الكرام والبيدر والمناجم، اسرق محبة الناس اللي حبوني الموع، لكن صار الموع
السفينة اجت الرسايل وصلت السفينة واجت الرسايل يا وطني يا وطني يا شباب بالعربي منستضيف مغني الأوبرالي السوري جوزيف ترتاريان. جوزيف من فترة أحيا حفلة بدار الأوبرا السورية تحت عنوان من أجل إطعام أخي أغني لأمي سوريا. جوزيف إذا فيك تخبرنا عن المبادرة الفنية الإغاثية يلي قمت فيها. كانت هي سعر البطاقة تبع الحفلة هي إنه بدال البطاقة بيجوا على دار الأوبرا أي حدا بده يحضر الحفلة بيجيب معه كيلو مادة تموينية غذائية مثلا رز معكرونة قنينة زيت سمنة هيك أشياء نحن لحتى نحاول نساعد العالم اللي محتاجين هدول المواد الغذائية. هلأ من فترة كان عم بيكون من أجل شتاء دافئ كانوا عم بيجمعوا تبرعات تياب لمسة دفع مبادرة لمسة دفع وأستاذ ميساق بابوداريان المايسترو ميساق بابوداريان هو اللي بلش بهي الصفة. كلنا تشجعنا كموسيقيين وبلشنا نعمل نحن كمان نحاول قد ما فينا نساعد إخواتنا السوريين. نحن حضرنا الحفلة وكان فيها كم هائل من الناس اللي حضروها. توقعت انت يكون فيها هالقد عالم بظل هيدا الازمه اللي عم تصير؟ بصراحه ما كثير توقعت يكون في هيك عالم. حتى قبل كم يوم من الحفله انه كنت عم بقول للفرقه انه عن جد خايف انه ما يجي كثير حضور، بس الحمد لله هذا دليل انه يعني نحن كشعب سوري تعبنا وبدنا بس شيء يفشلنا خلقنا. هلا بالنهايه الفن والموسيقى والمسرح اجمالا هن شيء راقي وبنفس الوقت نحن يعني فينا نقدم شيء للعالم المتضرر. كان اجمل بارت يمكن بهيدي الحلقه اجمل جزء هو انه كانت اغاثيه مثل ما قلت اكيد اكيد وبحود راي يعني شفنا العالم كيف عم تحمل طبعاً مواد غذائيه وعم تشتغل. طبعا بدنا نشكر يعني وزاره الثقافه ودار الاوبرا لانه هن اللي كمان ساهموا بهذا الموضوع انه يعني سهلوا لنا موضوع انه نحن مثلا بدل ما ناخذ سعر بطاقه بدار الأوبرا قرروا أنه لا خلص خلونا بس نفوت بتبرعات. طيب جوزيف كموسيقيين سوريين أكيد تأثرتوا بالأزمة، ما بقى في حفلات مثل قبل، حتى التدريبات ما بقى مثل قبل. كشباب كيف عم تتعاملوا مع الظروف الحالية؟ هلأ عم نحاول قد ما فينا، وكتير موسيقيين سافروا كمان، يعني نحن عم نحاول قد ما فينا مثلا نشكل فرق صغيرة ما كتير بتتطلب موسيقيين كتير. مثلا هي واحدة من الشغلات. تماريننا ما عم بيكونوا بوقت متأخر، كونوا بوقت كتير بكير بحيث انه نحن كلنا نقدر نرجع بيوتنا بوقت بكير يعني مشان ما نتضرر، وبنفس الوقت نعمل الشيء اللي نحن بنحب نعمله اللي هو الموسيقى. هلا وزارة الثقافة برجع يعني بقدم شكر لهم لانه عن جد عم بيحاولوا يساعدونا قد ما فيهم مشان نحن نقدر نعمل اي حفله او شيء، بس يعني اكيد متاثرين نحن بالموضوع، بس نحن بنحب الموسيقى وهي الطريقه الوحيده لحتى نعبر نحن عن حزننا اللي نحن عم نحسه يعني. جوزيف بعد نجاح هذه المبادره عم بتفكروا بمبادرات لاحقه؟ هلا اكيد بدنا نطلع على الحاجه، يعني كل فتره اكيد حاجه جديده بتطلع فبدنا نشوف. هلا حتى انا بهي المبادره سالت لمسه دفع لما رحت عم بطلب منهم انه اذا هن فينا نعطيهم ريع الحفل، فقام قالوا لي انه ايه فيك، انه سالتهم شو محتاجين، يعني هل نحن مثلا محتاجين حليب؟ قالوا لي لا. المواد الغذائيه اللي اختيرت كانت حسب الحاجه.
كانت حسب الحاجة يعني. هلأ ممكن بعد فترة نحتاج شيء تاني إذا نحن منقدر نأمنه بطريقة الميوزك والتبرعات فليش لا. أكيد جوزيف ترتريا، نحن بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا نهنيك على موهبتك وعلى هالمبادرة، على أنه إن شاء الله نشوف مبادرات مثيلة لها بالمستقبل. نحن هلأ رح نشوف شوي من حفلة جوزيف وشو كان رأي الناس فيها، ورح نتعرف كمان على نشاطات ثقافية أخرى بهيد الأزمة. بس هلا هي غنية بالإيطالي، هي من الفولكلور الإيطالي من نابولي، اسمها ماما. بس رح اشرح لكم شوي معناتها. هو ابن كان رايح يعني ما بعرف مغترب او مسافر وراجع لعند والدته، فعم بيغني لها هي الغنية. فخورة بابني جوزيف الحقيقة، وبتمنى انه كل الشباب يعني يعملوا يعني يحاولوا يعملوا هيك مبادرات للبلد ولتحسين جو البلد، و حركة حلوة، مبادرة كثير حلوة كانت، وانا فخورة بابني كثير. أقل شيء يعني من قد مشي وحفلة كثير رائعة، يعني أقل شيء لازم الواحد كل العالم بدعيها إنه دائما تتابع نشاطات كثير كانت حلوة وانبسطنا. شو اليوم لفتح الحفلة؟ كيس رز وبرغل وأشياء كلها، مواد غذائية لمساعدة. شو رأيك بهالمبادرة؟ كثير كانت حلوة، وأنا بفضل إنه هي كسعر للتيكيت أفضل ما تكون مصاري. والله هي شغلة حلوة كثير فعلا، إنه نحن إنه شيء حركنا من جوا لنساعد للمعونة، وهي شيء رمزي بالنسبة لنا، بس إنه هي أقل شغلة فيها نخدم فيها. وأنا حضرت الحفلة أنا ومجموعة اتفقنا في مجموعة كبيرة إنه كل واحد منا يجيب شيء للمسة الدفا، ونحن أصلا حضرانين الحفلة لأنه هي خيرية بالمرتبة الأولى، كل واحد منا اتفق يجيب يعني شيء معين، يعني يمكن أنا الوحيدة اللي جبت معكرونة، كل واحد يعني شغلة لطيفة منه. كانت الحفلة كثير مميزة، وخاصة لما قال موطني، يعني أنا بحب وطني، وطني غني فيني، بس كان شيء ببكي، يعني جرحنا من الوريد للوريد يعني. يعني المحبة هي اللي بتخلي الناس، والموسيقى غذاء الروح، فبتغسل الروح من جوا. معكم بحلقة شباب بالعربي من دمشق، ومعنا الآن مقابلة صغيرة مع المخرج باسل الخطيب. أول شيء بدنا نقول لك مبروك على هيدا الفيلم، وبدك تقول لي قد ايه يمكن الناس اعتبروا إنه مخاطرة إنك تعرض هيدا الفيلم بظل هيدا الأوضاع الصعبة. هو ما في شك، يعني أولاً إنجاز الفيلم العام الماضي كان مخاطرة ومغامرة بكل معنى الكلمة، لأنه تصوير الفيلم مواقع التصوير كانت قريبة من مواقع فيها معارك وفيها يعني الذهاب إلى كثير يعد مخاطرة. في أيام بقول لك إنه كنا نطلع على مواقع التصوير وما نعرف إذا رح نرجع ولا ما رح نرجع،
بس كان في هيك إيمان بالتجربة، كان في حماس عند الجميع سواء الفنانين أو الفنيين إنه هاي التجربة لازم تكتمل ولازم تكتمل بأفضل شكل ممكن. فهذا كان المحرض القوي بالحقيقة لنا كلياتنا لحتى نتابع هاي التجربة نشتغل فيها بهي الظروف الصعبة، إيمانا من فكرة إنه نحن كلياتنا بالأخير أي فنان هو عبارة عن جزء من الشعب السوري، وكل واحد من كل مواطن بالشعب السوري مطالب من خلال موقعه ومن خلال عمله أن يقدم أفضل ما لديه. من هذا المبدأ اشتغلنا وتعبنا بالحقيقة لحتى قدرنا نوصل الفيلم للنتيجة اللي شفتوها اليوم. عرضه الآن في هذه الظروف أعتقد سأكون متفائل، لأنه في كثير ناس بيحكوا معي وبيقولوا لي إنه نحن حابين نشوف سينما، حابين نشوف أفلام، حابين نطلع شوي من هذا الجو اللي محاصرنا واللي مضيق علينا. فأتمنى أنه الفيلم رح يقدر يستقطب يعني شريحة لا بأس فيها من المتابعين. بهي اللقطة بالذات بس لأي درجة أنت معول على الإقبال الجماهيري؟ يعني المواطن السوري بظل هذه الظروف يعني قديه هو متحمس ينزل يحضر فيلم سينما إنتاج سوري؟ ما بعرف إذا تجولتوا بدمشق، بس أنا يوميا بتجول بدمشق وبروح على مناطق أنت ما بتقدري تحطي رجلك فيها من كتر الازدحام. المطاعم، المحلات، الحدائق، في ازدحام والناس تقريبا طالعة بدها تتنفس، بدها تشم هواء. لا أنا بقول لك إنه بعد هذا الضغط اللي عم تعيشه الناس بحاجة فعلا لمتنفس، ممكن يكون من خلال الذهاب إلى حديقة، ممكن إلى مسرحية، إلى حفلة غنائية. من كم يوم الفنانة ميادة بسيليس عملت حفلة غنائية بدار الأوبرا وكان في عليها إقبال شديد. بدي أقول إنه الناس متعطشة لأن تشاهد فيلما جيدا، لأن تحضر مسرحية، لأن تشاهد حفل غنائي. هذا بيلبي حاجة إنسانية ملحة موجودة عندها. بس لا يمكن أن نأتي على ذكر فيلم مريم دون التطرق لموضوع منعه بمهرجان دبي. شو بدك تحكي لنا عن هذا الموضوع؟ مع الأسف اللي صار بمهرجان دبي كان مفاجئ لنا كلياتنا، لأنه الفيلم لم يمنع فقط فيلم مريم وإنما منعت كل الأفلام السورية. هذا كان بسبب قرار سياسي اتخذ. طبعا أنا يعني القائمين على المهرجان أصدقاء قدامى إلي اتصلوا وأبدوا اعتذار شديد وأبدوا أسفهم لعدم مشاركة هذه الأفلام، بس واضح أنه كان في قرار سياسي أكبر من المهرجان. هذا القرار كان أنه تمنع أي أعمال ممولة أو منتجة من قبل وزارة الثقافة السورية والمؤسسة العامة للسينما. طبعا بلحظتها تضايقنا، بس نحن متفائلين انه هاي الافلام وغيرها مما سينتج مستقبلا سيكون له مستقبل افضل سواء على مستوى المهرجانات او على مستوى العروض الجماهيريه. برايك لو كان انعرض بمهرجان دبي هل كان حيعطيه يمكن كريدتس اكثر لهذا الفيلم انه ينعرف هون بسوريا او يشجع الناس، ولا لا لو كانت انطلاقته من هون كافيه لتوصل لكل الناس؟ المهرجانات موضوع كتير مهم من الناحية المعنوية بالنسبة للمخرج، بيعطيه خلينا نقول هيك نوع من الراحة والطمأنينة خصوصا إذا أخذ جائزة. بس أنا دائما أعول على الجمهور وأعتبر أن الجمهور ومشاهدة الجمهور واستحسان الجمهور للفيلم هو الجائزة الكبرى التي يمكن أن يأخذها أي فيلم. بس نحن حضرنا الفيلم، الفيلم فيه كم كبير من الإحساس وكم كبير من الحزن، ولا يمكن الشخص يحضره بدون ما يربطه بالواقع الحالي بسوريا. لكن للمشاهدين يلي ما حضروا الفيلم، لأي درجة أنت استلهمت من الواقع الحالي بسوريا، الظروف اللي عم تمرق فيها سوريا بقصة مريم؟ يعني نحن جزء، كما ذكرت لك، نحن جزء من الشعب السوري. يعني أنا مالي لا أتميز عن أي مواطن سوري آخر موجود على رأس عمله، سواء كان مدرس أو طبيب أو أستاذ في الجامعة. نتأثر ونتفاعل ربما بدرجة أعلى وأعمق مع ما يحدث حولنا. لم يكن من الممكن إنجاز هذا الفيلم بدون أن نتطرق بشكل أو بآخر إلى ما نعيشه اليوم في سوريا، ولكن كان التحدي أنه كيف بدنا نلاقي الوسيلة غير المباشرة اللي فيها بعض الدلالات، اللي فيها جانب تعبيري، بحيث أنه نحن نوصل الرسالة بدون ما نغرق أو نحمل الفيلم عبء شيء مباشر.
فكان لابد من البحث عن حلول خلينا نقول قد تجنح احيانا نحو التعبيريه نحو الرمزيه في سبيل انه نوصل فكره معينه. بس اعتقد انه انتم تابعتوا الفيلم وفي كثير ناس هلا كانوا عم يحكوا لي تابعوه قدروا يلتقطوا هذا نبض الماساه اليومي اللي عم نعيشه الان في سوريا وانعكاساته على احداث وشخصيات الفيلم. طب بالنسبه للانتاج السينمائي السوري بشكل عام، الوضع كثير صعب بسوريا اقتصاديا ومنعكس على كل جوانب الحياه، قد ايه عم يكون سهل او حيكون سهل انه المخرجين السوريين والممثلين السوريين يقدروا يكملوا بالانتاج السينمائي او الفني بشكل عام؟ لا اخفيكي ان الامر يزداد صعوبه ونحن ندرك هذا الامر. بس في نقطة كتير مهمة إنه نحن كل إنجازات وكل نجاحات الدراما التلفزيونية في سوريا والسينما السورية تمت في وقت كانت سوريا تعيش في حالة من الازدهرار والاطمئنان والأمان. لا يجوز الآن في هذه الحالة من التحدي التي تعيشها البلد، في هذه الحالة من الحرب، إنه نحن ننكفئ ونقول لا ما بدنا نشتغل لطرق الأمور. أعتقد إنه هذا موقف، أنا بالنسبة لي موقف غير أخلاقي. مثل ما أنا اشتغلت بالوقت اللي كان كل شيء ميسر وكل شيء مقدم لنا وأكثر مما ما بدنا، لا نحن هلأ بهذا الشرط بهذا الظرف مطالبين إنه نشتغل ونشتغل ويمكن بإحساس بالمسؤولية أعلى بكثير مما كنا نعمل عليه من قبل. بالتأكيد الأمور صعبة ما لها سهلة ورح تأخذ وقت طويل، بس نحن متفائلين إنه في النهاية سينتصر الحق في سوريا. بس السؤال على الهامش بأنك بالنهاية ابن سوريا وانت عايش بظل هيدا الأوضاع، بعيدا عن موضوع الفيلم لأنه برنامجنا شبابي، بدي أسألك قد برأيك الشباب عم يلعبوا دور فعال بظل هيدا الأزمة؟ يعني مثل من كم يوم كان في حفلة لشاب عمل بيع بطاقات حفلته بمعونات كانت تقدم من خبز من حبوب. شو رأيك بهيك مبادرات بما أنه برنامجنا شبابي وقد عم بتشوف نبض الشباب بالشارع عم بيساعد ويساهم أنه يخفف وطئة الأزمة على الناس؟ بالتأكيد هذا بشكل حالة من التكافل الاجتماعي اللي نحن بحاجة إلى. أنا قبل أسبوع كنت في هولندا وكان هناك عرض للفيلم في مدينة لاهاي واجتمعنا مع الجالية السورية، الجالية السورية اللي عايشة بهولندا واللي في منهم أشخاص صار لهم 10 أو 15 سنة يمكن ما إجوا على سوريا، بس هلأ هنن كلياتهم مستنفرين عم بيعملوا عم بيجمعوا معونات، عم بيجمعوا شو بيخطر على بالك، معونات غذائيه، ملابس، نقود، العاب للاطفال، عم بيعبوها بكونتينرات ويبعتوها على سوريا. هذا الشيء كثير مهم، هي الحاله من التعاضد الاجتماعي، هي الشغله كثير موجوده كثير مهمه. ويمكن تتذكري اول عباره طلعت بالفيلم انه نحن فقدنا كل شيء ولكن يبقى لنا الحب. اعتقد انه الحب اللي هو احد تجليات حاله التكافل والتعاضد الاجتماعي هو الأمر الذي سوف يجعلنا ننتصر في النهاية وسيجعل هذا الشعب يعود إلى لحمته الواحدة. إن شاء الله بالحب وبإرادة الحياة الموجودة لدى الشعب السوري بيرجع بتعمر كل شيء تدمر وبتخلص الأزمة قريبا. نحن لهون بدنا نتشكر باسل الخطيب على وجودك معنا ببرنامج شباب بالعربي. بعد أن طلعنا على جزء صغير من حياة الشباب السوري في ظل هذه الأزمة اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً، حلقة شباب بالعربي في سوريا وصلت إلى نهايتها، على أمل أن تكون الزيارة المقبلة في أوضاع أفضل. سلام. شباب بالعربي.